طب التقرير اتكلم عن نفسه، ويعني خليني اقول نجمين فعلا، زي ما كنا بنسمع زمان كده يقول لك انا دخلت الفن صدفه، بس هم فعلا دخلوا الفن الصدفه لكن لمعوا جدا وتالقوا جدا والناس حبتهم كمان جدا، لان بيقول لك في الاول وفي الاخر الموضوع كاريزما. خلينا نتكلم معاهم ونعرف، واكيد برضو يعني ممكن نلمس كده برضو عن الاهل يعني ما يضرش. خلينا نرحب بنجمينا احمد التهامي وباسنت النبراوي، ومساء الفل، كل سنه وانتم طيبين يا رب. طيب يا جمال عليكم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وعلى حبايبكم، وسعداء جدا لوجودكم معانا النهارده. واكيد هندردش في حاجات كتير ليها علاقه برمضان، وزي ما الاهواد بتقول هنعدي كده برضه على اللي بيحصل يا توهامي، وانا عارفك انت من النوع اللي بيضغطك بيعلى، بس هنأجل الجزء ده. تعالى تعالى بقى كريم، بس حاجه ملحوظه جدا لسه كنت بقول لتهامي، انت كنت معانا طبعا تقريبا من سنه. صحيح، طلعت لي الميموري فيديو بتاعنا. أيوة. الاستوديو الاولاني اللي كان القديم من سنه. أيوة. بالظبط. أيوة بس انت خسس جدا، دي حاجه ملحوظه لازم نبدا معاك فيها. يعني ده رمضان ولا ده كان قبل رمضان؟ بس ما لحقتش اسبوع. لا هو من قبل رمضان عشان بجهز لل في دور بقى. للدور في بيت الشده. لا هنتكلم عنه برضه. فده كان ليه تجهيزات بس صدقني كمان. لا المسلسلات اللي خدت برضه نسبه مشاهده عاليه، واللي اتكتب عنها واتقال عنها كلام كتير على وسائل التواصل الاجتماعي،